السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو بعنوان اللي هي trigonometric integrals اللي هو كيف نكامل sine, cosine, tan, cotan, secant, cosecant, x. تمام؟ هسا راح نبلش بأول موضوع بالtrigonometric integrals اللي هي powers of sine and cosine. يعني لما يكون عندي cosine قوة n, cosine x قوة n, مش cosine بعرف كامل cosine, بعرف كامل sine حالها. تمام؟ بس راح نصير نكامل cosine قوة 3, قوة 4, قوة 5, قوة 6, قوة 7, قوة 8, ونكامل كمان sine قوة n x. قبل ما نبلش بهي القصص كلها لازم انبهك لأكمل شغلة اللي هي أساسيات اللي هي المتطابقات. تمام؟ عندك أول متطابقة لازم تكون متمكن منها اللي هي sine تربيع x اللي هي تساوي اللي هي 1 ناقص كوساين تربيع الاكس. تمام؟ وعندي الكوساين تربيع الاكس اللي هي 1 ناقص ساين تربيع الاكس. راح اقول لك هذول الثنتين راح استخدمهم متى؟ تمام؟ في الاود باور, يعني لما يكون القوة تبعت الفانكشن. تمام؟ القوة تبعت الانتجرالز اللي هي فردية. يعني لما تكون فردية راح تستخدم مطابقة ساين تربيع تساوي 1 ناقص كوساين تربيع, والكوساين تربيع تساوي 1 ناقص ساين تربيع. هسا المطابقات الثانية بدك تعرف اياهم اللي هي مطابقات ضعف الزاوية. ايش مطابقات ضعف الزاوية؟ اللي هي عندك الساين تربيع اللي هي تساوي 1 ناقص كوساين 2 اكس الكل على 2 اللي هي نص في 1 ناقص كوساين 2 اكس. وعندك كوساين تربيع الاكس اللي هي 1 زائد كوساين 2 اكس الكل على 2. هاي ضعف الزاوية, هاي اكس بتصير 2 اكس. اوكي؟ يعني لو كان عندي ساين تربيع ال 2 اكس ايش مطابقة ضعف الزاوية لها؟ تكون مطابقة ضعف الزاوية لها اللي هي 1 ناقص كوساين ال 4 اكس على 2. تمام؟ يعني اذا كان عندي كوساين تربيع ال 2 اكس ايش مطابقة ضعف الزاوية لها؟ بتقول لي 1 زائد كوساين 2 بتصير 4 اكس على 2. راح اقول لك هدول الثنتين متى بستخدمهم, هدول الاربعة متى بستخدمهم, بستخدمهم في الايفن باورز. يعني اذا كان عندي القوة تمام زوجية. اذا كان عندي فردية راح استخدم اللي هي مطابقة اللي هي ساين تربيع 1 ناقص كوساين تربيع, وكوساين تربيع 1 ناقص ساين تربيع. اما اذا كانت القوة زوجية الايفن راح استخدم دائما وابدا اللي هي مطابقة ضعف الزاوية اللي هي ساين تربيع 1 ناقص كوساين 2 اكس على 2, والكوساين 1 زائد كوساين 2 اكس على 2. تمام؟ هسا الاشي اللي بعديه اللي ندخل فيه اللي هو كيف بدك اللي هي الفرق بين مربعين اللي هو مثلا عندك a زائد b الكل تربيع ايش تساوي؟ بتقول لي تساوي a تربيع زائد 2 a في b زائد b تربيع. تمام؟ هذا راح نستخدمه كثير بالحل. عندي a ناقص b الكل تربيع, تقول لي a تربيع ناقص 2 a في b, وهي دائما وابدا الحد الثالث دائما موجب اللي هو b تربيع. هسه اذا كان عندي a زائد b الكل تكعيب كيف بدي افكها؟ بتقول لي اللي هي عباره عن a تكعيب زائد 3 a تربيع في b زائد 3 a تربيع في b زائد 3 a في b تربيع زائد b تكعيب. تمام؟ هذا هو اللي هو كيف دفك اللي هو a زائد b الكل تكعيب. هسه a ناقص b الكل تكعيب بتقول لي a تكعيب هاي حتصير ناقص اللي هي 3 a تربيع في b, وهي ناقص 3 a في b تكعيب, وهي دائما وابدا زائد اللي هي b تكعيب. راح اعطيك طريقه تمام سهله كيف تعرف. تمام؟ هسه رد علي, هسه اطلع اللي هي اطلع عندك اللي هو a زائد b الكل تربيع. اول شيء كانت الa تربيع, تمام؟ بعدين الa صارت قوه 1, بعدين الa اختفت. تمام؟ ركز هون, كانت الb مش موجوده, البي صارت قوة واحد بدل البي صارت تربيع. تمام؟ هون بالتكعيب كانت A تكعيب بعدين صارت A تربيع. تمام؟ بعدين A بعدين اختفت, هون البي ما كانت موجودة بعدين صارت B,
بعدين بي تربيع، بعدين بي تكعيب، تمام؟ فهي القصه اللي هي سهله، مثلا هون بحكي اي تكعيب، بعدين اي بعدين اي تربيع في بي، بعدين اي في بي تربيع، بعدين في بي تكعيب. بس كل القصه بالمعاملات هي، اللي هون واحد هون ثلاث ثلاث، هون واحد هون واحد، هون ناقص ثلاث ناقص ثلاث، هون واحد. واذا كان عندي مثلا اللي هي اي زائد بي الكل قوه اربعه، تمام؟ فانا عارف ان اول شيء حيكون مثلا اللي هي اي قوه اربعه، بعدين زائد، تمام؟ عندك اي قوه اربعه، بعدين زائد المعامل تاعها اللي هو بعدين في اي، هي حتقل واحد وهذيك حتزيد، في بي بعدين زائد المعامل تاعها، هي حتقل واحد تصير اي تربيع في بي تربيع، بعدين هي حتقل واحد حتصير ايه في بي تكعيب، في معامل هون عندي، تمام؟ بعدين زائد هي حتختفي الايه، وهي حتصير بي قوة أربعة. طب كيف ممكن أعرف المعاملات هاي؟ راح أقول لك بكل بساطة بكل بساطة بكل بساطة. إذا كان عندي القوس قوة واحد، كيف يعني قوة واحد؟ يعني ايه زائد بي كل قوة واحد، ايش راح يطلع معي؟ راح يطلع معي ايه زائد بي، صح؟ يعني واحد ايه زائد واحد بي، تمام؟ طيب إذا كان عندي القوس تربيعي، إيش راح أسوي؟ بتقول لي واحد زائد واحد كم؟ اثنين. وحط هون واحد، حط هون واحد، معناها أول حد واحد، ثاني حد اثنين، ثالث حد واحد. طيب إذا كان عندي تكعيبي، بتقول لي اثنين زائد واحد كم؟ ثلاث. اثنين زائد واحد كم؟ ثلاث. وحط هون واحد، حط هون واحد، معناها أول إشي عندي واحد، ثاني إشي عندي ثلاث، ثالث إشي عندي ثلاث، رابع إشي عندي واحد. طيب إذا كان قوة أربعة، بتقول لي واحد ثلاث كم؟ أربعة. ثلاث ثلاث كم؟ ستة. ثلاثة واحد كم؟ أربعة. وحط واحد هون واحد هون، معناها عندي أول إشي واحد، ثاني إشي أربعة، ثالث إشي ستة، رابع إشي أربعة، وأخيرا واحد. وقيس عليها مثلا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة قد ما بدك، تمام؟ فهي الطريقة استخدمها عشان تعرف ايش هي المعاملات تطلع معك، تمام؟ وقصة كيف انك توجد اللي هي اي زائد بي كل تكعيب، اي زائد بي كل قوة اربعة، راح استخدمها كثير 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 كثير، تمام؟ هسه بدي اياك تعرف شغلة، انه غالبا لما ابدأ احل اي سؤال اللي هو ساين قوة ان او كوساين قوة ان، مثلا ساين تربيع، ساين تكعيب، ساين قوة خمسة، انا غالبا غالبا غالبا، تمام، لازم اطلع الساين تربيع، تمام؟ يعني لازم اذا بدي احل على الساين مثلا ساين تكعيب او ساين قوه خمسه او ساين قوه سبعه، غالبا تمام لازم اطلع الساين تربيع، تمام؟ يعني الساين تكعيب عباره عن ايش؟ عباره عن ساين تربيع في ساين، ضربهم ببعض بصير ساين تكعيب، بس انا بحللها بخلي الساين تربيع في ساين. طيب الساين قوه خمسه عباره عن ايش؟ عباره عن ساين تربيع الكل تربيع، يعني بدل ما احكي ساين تربيع في ساين تربيع، لا، ساين تربيع الكل تربيع، صار عندي قوه اربعه في ساين، هي صار قوة خمسة. طيب ساين قوة سبعة اللي هو عبارة عن ساين تربيع الكل تكعيب، هي صار قوة ستة في ساين، هي صار قوة سبعة، تمام؟ إن شاء الله الفيديو الجاي راح نبلش به اللي هي الساين والكوساين للأود باورز اللي هي القوة الفردية. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.